طليقة زوجي أصالة نصري بوصلة رقص وكلام مبطن، هل اشتعلت الحرب بينهما ونيكول سعفان تفقد صوابها؟ فاتنا اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير. بعد عدة ساعات من انتشار خبر زواج الفنانة أصالة من فائق حسن، تم تداول فيديو لمارتا طليقة الحسن وهي ترقص على أنغام أغنية ماجد المهندس الفاتنة، وبدت مارتا غاية في الجمال لدرجة أن الأغلب شبهها بأنجلينا جولي، كما أرفقت إحدى صورها بتعليق جاء فيه: عندما يمنحك الله بداية جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة. واعتبر متابعو وسائل التواصل الاجتماعي أن كلماتها ما هي إلا كلام مبطن لطليقها وبداية لاشتعال الحرب بينهما. وفي هذا السياق، فقد احتفلت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان بعيد ميلاد زوجها المخرج المصري طارق العريان رداً على أنباء انفصالهما، وكانت الشائعات قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية تفيد بانفصال المخرج طارق العريان عن حبيبته نيكول سعفان تزامناً مع زواج طليقته الفنانة السورية أصالة نصري للمرة الرابعة بالشاعر العراقي فائق حسن، لترد السعفان بنشر كيكة عيد ميلاده على خاصية ستوري في إنستغرام في رسالة استفزازية لأصالة لإثارة غيرتها.